مرحبا أصدقائي. Hello again with a new lesson, which is the noun feminine forms, and another lesson which is noun diminutive forms. فعندنا صيغتين هنا, صيغة الفيمينين, الفيمينين يعني التأنيث, وعندي صيغة أخرى اللي هي diminutive اللي هي صيغة التصغير. فذن شو ممكن نستخدمهن؟ صيغة التأنيث ما بيها إن حفظ. فعندكم ذين 11, okay, you have 11, you have 11 suffixes. When you add them to the masculine words, you're gonna get feminine words. عندك 11 لاحقة, هذين وياهن الإي والإي إن إن إي والإي دبل إس. ذين بنضيفهن المن إلى الكلمات المسكولن المذكرة, تعطينا كلمات فيمينين مؤنثة. هذين الكلمات اللواحق أكثريتهن هن, والكلمات مالتهن هن أكثريتهن مستعارة, يعني قد تكون مستعارة من اللغة الفرنسية. يعني مثلا كلمة فيانسي, فيانسي اللي هو الخطيب, مو فيانسي اللي هي خطيبة, أوكي, خطيبة يعني اللي يخطب اللي يريد يتزوج. زين, مثلا كوميديان, كوميديان بنضيف له اي ان ان اي, كوميديين, كوميديين اللي هي للمؤنث, يعني هذا كوميدي هي كوميديه, اوكي. هذين اللي شايفين الكلمات اللي هي مثلا مثلا هاي الايتا, مو من نقول مارغريتا, هنريتا, هذين للمؤنث, هاي للمؤنث. يعني جورج, جورجينا, هذين الإينا همات تحول الكلمة مسكولن إلى كلمة إلى فيمينين. هاي ما بي الكلام كليته هنا هو نفس الشرح. نروح على الناون ديمينيوتيف. هنا من اسمها أكو بالمقطع مال ديمينيوتيف أكو ام اي ان, من يعني ميني يعني صغير. فهنا نستخدمها للتصغير, تصغير الكلمات. يعني شو التصغير؟ يعني مثلا عندي كلمات, عندي خلينا نفرض باللغة العربية عندي كلمة مثلا حسن. حسن من هو طفل, شلون ادل عشان اقول له حسوني, مو صحيح؟ فضفت له الواو والياء, حسوني, مو مثلا علي علاوي. بس هذا مثلا من يكبر انا بعد ما راح اصيغ له حسوني, راح يبقى حسن واستاذ حسن و... اوكي وسوفر. فنفس الشيء هذول مثلا مثلا كلمة انت, انتي, يعني كلمة يعني مثلا احنا عندنا خالة, مو شي نقول خاليتو, عمة, عميتو, مو نضيف لها ذني الإضافات. يعني قد تكون مثلا عمتي الصغيرة أو لدلاحة يعني. زين, فهنا ذني اللواحق عندكم ستة, هنا فقط ستة. فذني ينضافن اللواحق على من ينضافن. أنا أول شي شنو المعناهن, معناهن they convey a meaning of smallness, للتصغير, or endearment, للتصغير أو للمحبة أو العاطفة أو باثنيناتهم سواء. زين, فينضافن على الأسماء طبعا ويتحولن إلى فشيء, يعني إلى مصغر الاسم. زين, فهذا الكلام مالت اللي جوا اللي هو the vowels, يحكي على الأصوات مالتهن. هذا هو يعني مو موضوعكم فمو كلش مهم. المهم عندكم هذين الستة هن ينحفظن, ممكن تضيفوهن على الكلمات يطلن كلمات أخرى. زين, يقول هنا أنا أكو بعد كلمات إضافية, هذين كلهن كلمات مستعارة, هذين ما بيهن, هذين non-morphemic in English, non-morphemic in English. لأن ذي كلمات مستعارة, مثل كلمة mosquito, mosquito اللي هي البعوضة, هاي كلمة مثلا مستعارة جاية خلينا نقول من الإسبانية ودخلت للإنجليزية. فما إلها يعني مثلا شنو الإضافة اللي هي ITO, بس من أواخر ITO راح تطلع لي كلمة اللي هي mosque, والmosque يطلع لي جامع, الجامع ما له علاقة بالبعوضة. فطاني في كلمتين فيصحوا له نون مورفيمك يعني, اوكي. فهذني همات مجموعة من الكلمات, طبعا ما اعرف اذا مطلوب تحفظوهن او لا, بس هن تصنيفهن نون مورفيمك
in English. Okay? Yes, thank you very much. And next lesson, we're going to explain the immediate consultations. Okay, thank you very much. Goodbye.